مخبي ليها؟ حدش جاي. ليه مستني مصطفى؟ ما تستنيه معايا يمكن ياخد باله منك ولا حاجة. سن مصطفى ده ايه؟ سن؟ سن مصطفى ده ايه؟ سن مصطفى ده ايه؟ هاي حد طاير. هاي يا اخت. الواد مصطفى مجننها. مصطفى برضه اللي مجننها؟ انت اتأخرت كده ليه يا مان؟ مش ماما عرفت؟ ايه؟ يا خبر ابيض. خدت بالها كمان. خدت بالها من ايه؟ عرفت اني بحبك وبموت فيك. هو باين عليا قوي كده يا خالد. اماني انا بحبك قوي قوي. وقف وقف بصي قفشتك قفشتك عمال في حد بالليل وفي عز الضلمه وايه في عز الشتاء. بقول لك ايه، هديك فرصه اسبوع واحد تخطبها، يا اما تخطبها يا اما اقول لامها. وانا عارف امك، عارف امك يا اختي. بنقول ان انا سكرتيري النادي. سكرتيري النادي تقول ايه؟ انا ما احبش المسخره. اديلك خلاص خلاص، ما بتحبش المسخره. مين قال لك ان انا ما بحبش المسخره؟ ده قله بخت. احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بتقول لي بحبك، بحبك قوي 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 قوي. بس لما بشوفك، لما بشوفك بحس ان كل الدنيا بتضحك عليا. نعم كل الدنيا بتضحك عليك. لا انا قصدي بحس ان الدنيا كلها بتضحك لي. الدنيا كلها، الشجر، الورد، الفل، العربيات، الشوارع، الدنيا يعني. خالد الدنيا كلها. وانا كمان بحب اشوف وشك وانت بتقول الكلام الحلو ده. لا 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 خلاص، انا مش مسافر مش مسافر. بقولك اديني بوسه، بوسه واحده بس. لا خالد، لا لازم تسافر 10 ايام مع مصطفى، فرصه عشان تكلمه وتكلمه عشان تقنعه بالجواز. ايوه بس انا خايف يعرف علاقتنا تبقى مصيبه. ما انت عارفه ان احنا اصحاب. مش دكتور فخري مسافر معاكم؟ ايوه. خلاص خلينا نعيد لك الطريق. ولا انت يا ويكا فين سكرتك؟ ها؟ لا يا ويكا السيكا بيكا اللي كنا بنجيب في سيرتهم جاي هو والويكا بتاعته. انزلي بسرعه.